في ختام مباريات اليوم يواجه طلائع الجيش نادي داخلية في 7:30 مساء في إطار منافسات الجولة 6 من الدوري الممتاز. يدخل الداخلية اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري بعد 4 مباريات حصل خلالها على 12 نقطة. أما طلائع الجيش فيحتل المركز 12 من قائمة ترتيب فرق الدوري بعد خوض 5 مباريات.